أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن قائد عمليات قادمون يا نين وعبد الأمير يار الله أن أكثر من 25,000 من مسلحي داعش قتلوا في معارك في تحرير الموصل على مدى 9 أشهر. وأضاف يار الله في إيجاز صحفي بثه التلفزيون العراقي أن القوات المشتركة تمكنت أيضا من تدمير أكثر من 1,000 سيارة مفخخة وإسقاط 130 طائرة مسيرة، فضلا عن تدمير أكثر من 1,500 عجلة لمسلحي داعش. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة السيطرة على 70% من حي هشام بن عبد الملك غربي مدينة الرقة، وقالت تلك القوات إن الاشتباكات مع مسلحي داعش احتدمت في 6 أحياء داخل الرقة على الجبهتين الغربية والشرقية. هذا وشن التحالف الدولي المناوئ لداعش غارات على مواقع عدة في المدينة. شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على ضرورة استمرار الحرب على الإرهاب وعلى كل من يدعمه ويموله وبكل حزم. وأشاد ولي العهد السعودي بدور التحالف الدولي بقيادة واشنطن في هزيمة داعش في معركة الموصل، كما بحث مع ماتيس التنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستقدم ملفا كاملا لفرنسا عن التجاوزات القطرية ودعمها المستمر للإرهاب. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لوديريان، شدد الجبير على موقف المملكة الثابت والداعي لعدم دعم التطرف ومكافحة الإرهاب. أعيد افتتاح مطار بنغازي الدولي رسميا أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر لمدة 3 سنوات بعد القتال في المدينة. وأقلعت أولى الرحلات الجوية المتجهة إلى خارج بنغازي من مطار بنينة إلى العاصمة طرابلس والعاصمة الأردنية عمان ومدينة الكفرة الواقعة جنوب شرقي ليبيا. شارك نحو 30 رضيعا في سباق وصف بأبطأ دقيقتين في الرياضة في مدينة نيويورك الأمريكية، وتتراوح أعمار الرضع المشاركين بين 6 و24 شهرا، ولكن المنافسة كانت مفعمة بالحماس من جانب أولياء الأمور. ويحبو الرضع المشاركون في السباق مسافة 3 أمتار وسط تهليل وتشجيع من الآباء والأمهات وتوجيهاتهم.